نشرة الظهر. الواحدة ظهرا هنا في تونس، الثالثة بعد الظهر بتوقيت غزة. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. الاثنين القادم بدء إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000، ورئيس هيئة الانتخابات يدعو المترشحين إلى الحرص على تقديم ملفاتهم كاملة. دراسة تحذر من مخاطر اللعب المصنعة من رسكلة بلاستيك النفايات الكهربائية والإلكترونية في تونس، وتقترح تشريعات للحد من خطورتها. في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، برنامج الأغذية العالمي يقلص الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد. قبيل انطلاق حفل الافتتاح الرسمي لأولمبياد باريس، أعمال تخريبية تعطل شبكة القطارات السريعة، والنيابة العامة بباريس تفتح تحقيقا. إلى التفاصيل. يبدأ يوم الاثنين المقبل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 لتتواصل إلى السادس من أوت القادم من 8 صباحا إلى 6 مساء دون انقطاع. وخلال زيارة أدها اليوم إلى خلية الاعتماد التابعة للهيئة، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر المترشحين إلى الحرص على تقديم ملفاتهم كاملة. المترشحين اللي راغبين في الترشح دعوتنا اليوم انهم يحضروا ملفاتهم كامله، اوراقهم كامله، تزكياتهم كامله، باش يتفاداوا التدارك ومساله اضافه الاوراق اللي ممكن الوقت ما يسمح لهمش بها. نهار الاثنين ان شاء الله ننطلقوا، فما وصل يقدم الى المترشح فيه شنو الوثائق اللي تقدمت وشنو الوثائق المنقوصه، هو ما يخرج الا ما يعرف شنو ناقصه. باش اذا كان عنده حاجه ناقصه راهو ينجم يكملها حتى لستة اوت. بعد ستة اوت راهو ندخلوا في منطقه تدارك في اشياء معينه، مش كل شيء. يعني اذا كان واحد من المترشحين ورقه ناقصة وما كملاش قبل 6 أوت راهو مبدئيا سيرفض ملف ترشحه، لأنه مسألة التدارك فيما بعد تتعلق غالبا بالتزكيات. وبخصوص إمكانية إجراء مناظرات بين المترشحين، أوضح فاروق بوعسكر في تصريح للزميلة تبر النعيمي أنها ستكون في حال إجرائها بالتنسيق مع الإعلام العمومي وتحت إشراف الهيئة. في غياب المؤسسة التعديلية الأخرى، وكما قلت المرسوم عدد 8 أعطاء الرقابة الحملة بالنسبة لوسائل الإعلام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بطبيعة الحال المناظرات إذا كان تم إقرارها راهو هي إمكانية، مش يكون بالتنسيق مع مؤسسات الإعلام العمومي خاصة مع التلفزة الوطنية. يقولوا بالتنسيق مش يكون فما مذكرة يعني مشتركة بيننا وبين مؤسسة التلفزة الوطنية فيها القواعد والضوابط، ولكن الهيئة بطبيعة الحال لنا تستشير وتستنير بالكفاءات والخبرات في هذا الموضوع. لكن طبيعي أنه الهيئة الانتخابية هي من ستشرف على المناظرات في غياب أي مؤسسة أخرى تقوم بهذا الدور. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في تصريح اليوم لدى استقباله بمطار تونس قرطاج رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي متانة العلاقة التونسية الجزائرية، مشددا على أهمية أن تكون هناك رؤية مشتركة وموحدة في ظل ما يشهده العالم من تحولات. العلاقة بين الشعبين وبين البلدين تستمد جذورها من التاريخ وكذلك من الحاضر والرؤية المشتركة بالنسبة المستقبل، لأنه نعتقد اعتقاد جازم وأن أمن تونس من أمن الجزائر وأمن الجزائر من أمن تونس، ولا بد لنا في نطاق هذه التحولات الإقليمية والعالمية من أن تكون لنا رؤية موحدة ورؤية مشتركة. والحمد لله أن القيادة في البلدين لها مواقف متناغمة ورؤية واضحة في مختلف القضايا، وحضور الأخ إبراهيم بوغالي اليوم في بلادنا دليل على عمق هذه العلاقات. من جهته بيّن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي في تصريح للزميلة نفيسة حسني أن زيارته إلى تونس على رأس وفد برلماني حتى يوم الاثنين المقبل تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والتباحث بشأن عدد من القضايا الثنائية والإقليمية. مجيئنا لتونس هو في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، علاقات الأخوة والصداقة والتاريخ المشترك
وكذلك المصير المشترك اللي يجمعنا، وكذلك تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه في نهاية السنة الماضية. هذا حنجسدوه عمليا للتشاور للتباحث في القضايا المشتركة، وكذلك للتباحث كذلك في قضايا المغربية والقضايا الإفريقية والقضايا الدولية، باش نبنيو عليها مواقف موحدة ونشوفوا المخرجات لتخدم المصالح العليا للشعبين والبلدين. تنطلق يوم الاثنين القادم قرى التعلمات في إطار العمل على تجويد عملية التعلم والتعليم. هذه التظاهرة تنتظم على مرحلتين، تمتد الأولى من 29 من جويلية إلى 2 من أوت، في حين تمتد الثانية من 5 من أوت إلى 9 من أوت، وتنتظم بثلاث جهات، هي قرب قرية الرياضيات وسوسة قرية اللغات وصفاقس قرية الإعلامية التطبيقية. المدير العام للتفقد قدية العمل بداهوجية التربية فتحي محمد يتحدث عن أهداف هذه التظاهرة. في إطار سعي وزارة التربية على تجويد عمليتي التعلم والتعليم، واعتمادا على نتائج وإحصائيات علمية تجرى من قبل الإدارات المعنية بوزارة التربية، كذلك بناء على نتائج التقييمات الوطنية والدولية التي أظهرت تراجع ونقص في مادة الرياضيات مثلا، وكذلك في اللغات خاصة اللغة الفرنسية بإشراف سيدة وزير التربية، تنظم التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر قرى التعلمات، وهي بما أيام دراسية يشارك فيها خبراء تربية، أساتذة جامعيين مختصين في علم نفس الطفل، متفقدات ومتفقدي المدارس الابتدائية والمساعدين البيداغوجي. افتتاح بمعهد مهن التربية بقرب يوم 29 جويلية. الأيام الموالية ستكون ورشات عمل لتبادل التجارب الميدانية والصعوبات الحقيقية التي يعيشها المعلم والمتعلم في القسم. تختتم هذه الأيام الدراسية بإنتاج وثيقة تأليفية وتوصيات بيداغوجية للعمل على نشرها وإيصالها لمن لم تتح له الفرصة للحضور، وكذلك للعمل بها مع المدرسين. مثلت ضرورة وضع تشريع يمنع توريد واستعمال وصنع اللعب المصنعة من رسكلة البلاستيك المتأتي من النفايات الكهربائية والإلكترونية المقترح الأساسي الوارد ضمن دراسة أنجزت حول مخاطر الملوثات العضوية الثابتة في اللعب في تونس. أكثر تفاصيل في الورقة التالية لسمية الفرجاني. الدراسة أنجزتها جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة وتبين أهمية مراقبة دخول اللعب البلاستيكية التي تتطلب صناعتها مراقبة صارمة، تقول رئيسة الجمعية والمختصة في علوم البيئة سامية الغربية. المشروع هذا هو في إطار معاهدة ستوكهولم اللي تونس مصحة عليها، وتهم الملوثات العضوية الثابتة. ثم مواد كيميائية خاصة على مستوى البلاستيك أنا ما لازمش تكون موجودة في الألعاب، حاولنا نثبتوا منه من الألعاب اللي قاعدة تتباع في الأسواق، وشفنا هل الملوثات العضوية ثابتة، ومنها اللي يسميهم المثبطات الهم اللي هما يستعملوهم خاصة في المواد الإلكترونية ومنها حتى متاع الكمبيوتر. استندت الدراسة إلى تحليل عينة تتكون من 62 لعبة تباع في تونس، بينت تلوثها بمواد سامة، تضيف رئيسة الجمعية سامية الغربي، وتتحدث عن تأثيرتها المختلفة على صحة الأطفال. ألقيناها وتدخل في قائمة المواد اللي هي فيها من السمية، وخاصة أنها تسبب اضطرابات على مستوى الجهاز الهرموني. الصغير وقت يحط في فمه الألعاب مرور الوقت تنجم ثم تراكمات على مستوى الجسم نتاعه، خاصة هو في طور النمو. العينات نحن عملنا على 62، ولكن وصلنا إلى 412 نوع تحليل، والبعض منها فيها المواد هذه، وكذلك مشينا حتى للرصاص شفناه على هذا المستوى. هذا دليل على أنها جاية من عملية الرسكلة اللي هي المعاهدات تنظمها، تقول لك أنه المواد البلاستيكية اللي فيها هذوما الملوثات العضوية الثابتة راهي ممنوعة الرسكلة. اقترحنا أنه تتخذ إجراءات لمحافظة صحة الأطفال. الرفع من أداء مخابر التحاليل للحصول على نتائج ذات مصداقية تفضي إلى اتخاذ قرارات صائبة وتشريعات لحماية صحة الأطفال، من بين المقترحات التي خلصت إليها الدراسة حول مخاطر الملوثات العضوية الثابتة في اللعب في تونس.
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية تعرض شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد لضرر بالغ بعد استهدافها بعدة حرائق متعمدة قبل ساعات من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس. وقالت الشركة إن الإصلاحات جارية، مضيفة أن القيود قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في التخريب الذي استهدف خطوط السكك الحديدية. وأخلي اليوم مطار بازل مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية لأسباب أمنية، يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل الافتتاح الرسمي للألعاب الأولمبية باريس 24 و2000 الذي يقام لأول مرة خارج الملعب على طول 6 كيلومترات في نهر السين في قلب باريس. وقبيل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 24 و2000 بساعات، تفقد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مرفوقا بسفير تونس بباريس ضياء خالد مقر إقامة الوفد التونسي بالقرية الأولمبية الواقعة في منطقة سان دونيا، وتحدث مع الرياضيين التونسيين حول سير التدريبات والاستعدادات للمنافسات القادمة، حاثا إياهم على بذل قصارى جهدهم لرفع العلم التونسي عاليا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في الشأن الدولي، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في اليوم 94 بعد 200 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وسقط الضحايا في مدينة غزة والمغرقة شمال دير البلح وسط قطاع غزة وخان يونس ورفح إلى الجنوب من القطاع. في الأثناء، واصلت المقاومة نصب المزيد من الكمائن واستهدف جنود الاحتلال في مختلف محاور القتال، فيما أعلن الجيش الصهيوني مقتل 3 من جنوده في معارك بالقطاع خلال 24 ساعة الأخيرة. وعلى الصعيد الإنساني، قال برنامج الأغذية العالمي إنه سيضطر لتقليص الحصص الغذائية في قطاع غزة لضمان تغطية النازحين الجدد، مشيرا إلى أن مخزونات الغذاء والإمدادات الإنسانية وسط القطاع وجنوبه محدودة للغاية. سياسيا، دعت حركة حماس اليوم الولايات المتحدة إلى إجبار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على وقف الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه المسؤول عن تعطيل اتفاق تبادل الأسرى عدة مرات. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. الاثنين القادم بدء إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000، ورئيس هيئة الانتخابات يدعو المترشحين إلى الحرص على تقديم ملفاتهم كاملة. دراسة تحذر من مخاطر اللحب المصنعة من رسكلة بلاستيك النفايات الكهربائية والإلكترونية في تونس، وتقترح تشريعات للحد من خطورتها. في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، برنامج الأغذية العالمي يقلص من الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد. قبيل انطلاق حفل الافتتاح الرسمي لأولمبياد باريس، أعمال تخريبية تعطل شبكة القطارات السريعة، والنيابة العامة بباريس تفتح تحقيقا. كانت هذه نشرة الظهر للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.